ما انكشف. قلبي المحطم محر. ايش دي الطالبة الفاشلة؟ يا سيدي روبوني، جينا من دال. اليوم جيت لكم فيديو جديد، والفيديو راح يكون مع ناري. اول شيء انه حبينا نعمل مقارنة بين الطالبة الكسلانة والطالبة المجتهدة، يعني نقول مقارنة بالباد جير والبنت الطيوبة الحسنة. النيرد جير. النيرد. النيرد. لا انا مو مرة نيرد، بس يلا. المهم قبل ما ابدأ الفيديو، لا تنسوا تشتركوا على القناة وتابعوا قناة ناري، تابعوا قناة تاسو، قناة العائلة بتلاقونا تحت في صندوق الوصف، وكمان حساباتنا الانستغرام بتلاقونا هنا او تحت في صندوق الوصف. لماذا نحن هنا؟ خبرة خبرة. روح اعملوا لنا فولو ويلا بينا. عمري ابدا 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 ما تاخرت عن المدرسه الا يوم واحد وكان في عذر. على طول على طول دائما احاول انه ما اتاخر، لدرجه انه مدرسين لما يتقارنوا الطلاب يقولوا لي انت اكثر شخص يريحنا. وتحس بالفخر، انظروا شوفوا شوفوا فين تعالي النظره اللي فوق. اكيد يعني شعور حلو لما تكون انت المثل الحلو اللي الناس دائما يضربوا فيك. ما ادري. عندي شهايد مرة كثيرة لا تعد ولا تحصى، جبت لكم البعض منها بصراحة، ما أدري فين الباقية، ما أدري والله فين أمي حطتها، بس يعني الشهايد. صراحة الشهايد هذه مش عشان ورق ورق ما تحتاج، يعني لا هي القيمة القيمة. لا لا أنا أشوفها ورق يعني. نو نو القيمة يعني مثلا أنا ما أخذت شهادة بمجال واحد، عندي ليلي كوين اللي هو البنت المنظمة جدا. يا إلهي. أيوة هو البنت المنظمة يعطونا في المدرسة ليلي كوين، وهذه شهايد يعني بالإنجليزي، شهايد بالرياضيات، وغير كذا كمان عندي شهايد من قسم الشرطة، شهايد عشان تبرعت بالدم. أيوة لما تكوني تعملي الأنشطة. الأنشطة أنا محتاجة تبرع بالدم صراحة. هذه مش قسم الشرطة غايبيلي، شوفون مكتوب عليها قسم الشرطة، ويعني شهايد كثيرة. فأنا مرة أحب وأفتخر إنه يكون عندي هذا الشهايد، أحس إنها شيء قيم يعني إنه يكون عندك شهايد والناس يعرفون. وفي شهايد مثلا حق المسابقة اللي عملتها، لو ما شفتونا الفيديو بحطه في قناتي. لبسي زي لازم ألبسه من أول والآخر، بالرغم إنه في مخالفين وأنا أستغرب. أنا كل مرة أقول لها يا بنتي خالفي تقول لي لا. أنا ما أقدر صراحة. تخاف من العقاب أو مو أخاف، بس أنا من الناس اللي أحب في كل مكان. أيوة كل مكان، يعني أنا لما أخرج مع أصحابي ألبس لبس. يعني هذا لما أنت تغيري مثلا من الزي المدرسي أو اليونيفور حقتك عادي، يعني مثلا أنا بعض الأحيان ما ألبسه أبدا. هذا الشخص أبدا ما تاخذونه أبدا، لو أنتوا أطفال ما تاخذون هذا الشخص. شوف بعض الأحيان كذا أمشي تحسون انه واحد مشرد، ولد مشرد في الشارع يمشي، لكن انا يعني بصراحه دائما لازم البس الزي المرتب. حاجه انا اشتريت الزي كذا على الفاضي، علقه دائما تقول والله ما والله جبت الزي اصلا. تخيلوا لها 3 سنوات في المدرسه، عمري ما شفتها لابسه زي مره كامل بشكل عادي ابدا الا بصوره التخرج لما جاتي مجبره ومجبره، وحتى روحت وهو بدونه. احنا علاقتنا في المدرسة يعني علاقتنا زي الاخوات، على طول نذاكر مع بعض، ندرس مع بعض، وكمان اللي ما حلت الواجب تحل تساعد صديقتها، فهذا الشيء مرة حلو. احنا نفسنا ما نحل الواجب وندور واحد مجتهد فينا عشان يجيب لنا الواجب. ايش الفائدة يا اخواني؟ ايش بالله عليكم؟ يعني انا صراحة ما في شيء نساعد بعض ونحط اقلام وما اعرف ايش، ما في هذا الشيء عندنا. ومكملين مع بعض؟ لا لا لو ما ساعدنا بعض. في موقع انك ممكن تعطي الاقلام، بس يعني انا ممكن اعطي اقلام. نو مكملين مع بعض وانتم ما تساعدوا بعض؟ لا يعني احنا نساعد، مو مساعدة مساعدة دراسية، مساعدة نساعد بعضنا لحد ما. والله كذابين ما يذاكروا اصلا. علاقتي يعني في المدرسين وقت الحصص وكذا جدا جدا جيدة بصراحة. سنتين ونص اللي قعدتهم في المدرسة، الحين درجتي ما تنحسب، ولكن سنتين ونص كنت ما أنام أبدا، وعلى طول مركزة مع المدرسين، وعلى طول دايما أجمل شعور وقت الحصص لما المدير يشرح كذا فجأة، إيش تحسي شعور كأنه يحكي لك قصة قبل النوم. والله إيش قصة قبل النوم؟ أيوة تحسي استرخاء بكلامه. كيف استرخاء قبل؟ لا المفروض يعني هو لما الاستاذ يجي يتعب وكذا يتكلم كثير لازم تستمعي له، عشان يعني هو يؤدي. يعني صعب انه واحد يقعد يتكلم كذا ساعة كاملة وانت تنام. تخيلي نو جيم، تخيلي يعني نو تخيلي انه انا اتكلم معك وانت نايمة، ايش بدك تسوي؟ هذه يعني البنت مالكم منه اصلا، تشوف معانا فيلم وتنام بربع الفيلم يعني عادي. وصف النهائي قلت خلص ايش في ايش حصل؟ ايش حصل؟
عمري عمري ابدا يعني ما حصل انه تعاقبت الا مره واحده في المتوسطه بطلب مني انه قلت له استاذه كيف ايش شعورهم هم يتعاقبوا؟ قالت لي تبغى تجربي؟ قلت لها ايوه جربت ووقفت 10 دقائق وحسيت ايش المعنى العقاب. وعمري ما كتبت اشياء في شيء تكتبوه هنا زي صفحتين طويل جدا. انا بجربها وقلت عندي خبره ممكن اعلمك اياها. لا ما ابغى ما ابغى. انا صراحه ما احب انه اخالف النظام، ما احب يعني دائما احس انه صح النظام خلق انه نخرقه في بعض الاحيان، ولكن انا اخرق النظام بدون ما انكشف وهذه الميزة والله بدون ما انكشف. انا عمري ما تعاقبت بالرغم انه اهرب الجوال احيانا لما كانوا ياخذون الجوال اهرب الجوال واسوي كذا بس من تحت لتحت، ولكن ما انكشف امام المدرسين مثالية. الأنشطة الخارجية، أنا ما في نشاط خارجي ما أحاول أدخل فيه، مثلا تبرعات في الدم، أنشطة الامتحانات والحفلات وهذه الأشياء دائما يأخذ من وقتي، بس بالنهاية ألاقي شيء يعني إيجابي إنه أخذ شهادة بالنهاية. أيوة بالنهاية ورقة ورقة بالنهاية إيش هذه ورقة ورقة تتقطع كفاية إنه بنهاية الشهادة ينكتب عليها النارين، ينكتب اسمك عليها، فأحس إنه شيء شعور حلو إنه ينكتب اسمك عليها إنه أوكي. وغير كذا تطلعين في التلفزيون حق المدرسة إنه هذا الشخص، تعرفي إنه أنا لما رحت المسابقة ذيك قعدوا خلوا اسمي على المسبح. صراحة أنا ما أحب هذه المحاضرات. استني على تلفزيون المدرسة اللي في الشارع حطوها 3 شهور. ليومكم ده هم حاطينها فيه. حاول قدر الإمكان إنه ما أغيب حتى لو أنا مريضة، ولما أغيب لازم أروح المستشفى. أنا جد هذه أستغرب منها، كل مرة ترجعها بس عشان تغيب تروح معاي مغامرة تسوي حاجة، لأنه أنا ما شاء الله مرة غبت بسببها، مرة غبت بسببها وأنا زعلانة، بس قاعدة مرعوبة وتقول لي أصحابي بيشوفوني، وبعدين سبتها تروح المستشفى وتعمل ورقة زيي. قلت لها اسمعي تعلمي من أختي. هذا شيطان، هذا شيطان، ما تسمعون كلام الشياطين أبدا. بس بالنهاية استمتعتي ولا لا؟ استمتعت بس بالنهاية شعور. لا ما استمتعتي ولا لا؟ لا شعور اعترفتي استمتعتي ولا لا؟ استمتعت بس الشعور يعني على فكرة. وكمان أنت غبتي مرة ثانية وبرضه أنا انكشفت وانفضحت وفضيحة جلالة. قلت لكم أيوة قلت لكم أنا لما أغيب ما انفضح، أنا لما أعمل مشكلة ما انفضح، حتى لو انفضح اسمعوا هذا الفرق، هذا الشيء الايجابي لما تكون انسان مثالي. وحتى لو انفضحت مره الاساتذه عدوها، تعرفين ليش؟ لانه اصلا انا شخص مثالي، يعني مو انا مو مثالي، ما في شخص بيرفكت للابد، بس بالنسبه لهم المدرسين يشوفوني مثالي يعني كطالب، فيعدوا لي كل شيء. هذا شيء ايجابي بسبب اجتهادي، يعني ما مو تفاخر بس يعني جد يعني اجيب نتيجة تفعالي بصراحة. انه ايش؟ دايما اقابل الشخصيات المهمة، زي اقابل المحافظ مرتين في السنة، بس الحين عشان الكورونا ما قابلنا احد هذه الفترة، ولكن لمدة سنتين قاعدة اقابل المحافظ. قبل يعني قابلتي وعطاني عدة مرات شيك، واعطاني كمان، ولحد الحين يرسل لي ادوات للبيت، يرسل لي هدايا. ومرة تخيلوا، عشان انا ما رديت على جوالي انه غيرت الرقم، جاء الحارس حق المحافظ لبيتنا واعطاني الهدية. صح شفتي هذا يدل شيء، يعني بصراحة شيء حلو انك تقابل شخصيات مهمة. يعني لمدة 5 سنوات ابدا 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 ما حصل اني طولت اظافري، حطيت في الميك اب في شنطتي، على طول شنطتي كان فيها الاشياء اللي فيها الدراسة، وما في ابدا اشياء الميك اب وكذا. ولكن ولكن نص السنة هذه انه خلاص تغير الوضع، ما صارت تنحسب درجاتي، فلذلك عادي. يا بنت انت ما تهتمي بالجمال، يعني الميك اب مره شيء. ايوه الميك اب حلو، بس انه بس يعني يوم مثلا تبغي تعدلي شعرك، تبغي ترتبي شعرك عشان لما يشوفك ولد احنا جميلة. مدرسة بنات، بس ورانا مدرسة اولاد. طيب مدرسة اولاد بعدين او استني، انا بصراحة لما اكون في المدرسة ما اهتم انه اولاد وكذا، ما يهمني ذا الموضوع. المقارنة كم؟ الساتة؟ المقارنة السابعة. الثامنة. الثامنة؟ أيوه. المقارنة التاسعة. في صندوق الوصف. فلان وصلنا لنهاية الفيديو. إذا حبيت المقارنات وحابين تعرفوا إيش اللي يعني أنا أسويه في المدرسة أو الطالبة الكسولة أو البادكة، ياريت تروحوا على فيديو نارين، أحط لكم الفيديو في صندوق الوصف. وكمان إذا حبيتوا شخصية نارين أو حبيتوا أسلوبها، يعني نمط حياتي في المدرسة، نمط حياتها في المدرسة، ياريت تكتبوا كومنت. وإذا حبيتوا حياتي
يا ريت تحطوا كومنت. طبعا لا تنسوا تتابعوا نارين على الانستغرام وتابعوني على الانستغرام وحبكم مره. كمان شغله ثانيه انه على فكره انا فتحت رابط خاص للدعم، فاذا حابين تدعموني يا ريت تحطوه بصندوق دعموها دعموها. كمان ممكن نارين في المستقبل تحط ان شاء الله ما ادري. يلا باي. Controller. Rain drop, drop top, smoking, no cooking, the hot box. Fucking on your bitch, yeah, that. Cooking up dope in the crock pot. We came from nothing to something, nigga. I don't try.